سعيد ان انا بشوفك في الاستوديو لاول مره. احنا شفنا بعض في الحياه بس اول مره. صح. كيف اقنعك علاء خالد ان انت تمثل؟ احنا طول عمرنا عارفين انك موسيقي عظيم. الله يخليك. اقنعك ازاي؟ ضحك عليا اداني حاجه اصفره. لا شوفي حضرتك، هو انا ثرو ذا ييرز يعني كنت ساعات امثل مع نيلي شريهان نادين كده كده كنت بتهزر يعني بهزر وعملت برضو كنت زمان بشتغل مع الفور ام فعملنا مسرحيتين برضو في مثلت فيهم ومثلت مع امينه رزق في الاردن مش عارف ايه. فانا يعني انا معرفش هو اختارني ليه، غالبا عشان بلعب مزيكا عشان الفيلم له علاقه بالمزيكا. بس انا لما قال لي ما اتخضتش ولا حاجه يعني او نلعب برضو يعني دايما عندك روح شابه. انا عارفه ده كويس جدا يعني بس ما فيش ركب شابه بقى. لا 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 علاء خالد كمان يعني انت دخلت عالم صناعة الصورة من بوابة غريبة جدا الى حد ما. احكي لي. هو انا دراستي مبدئيا كانت مختلفة تماما عن اللي انا بشتغله حاليا يعني. انا كنت انفورميشن سيستمز كمبيوتر ونظم معلومات وبروجرامينج وحاجات كده. انا من وانا في تالتة جامعة اكتشفت ان لا مش ده الكارير اللي انا عايزه خالص، وابتديت عشان انا في الجامعة كنت بعمل برزنتيشنز وحاجات زي كده فقلت اتعلم جرافيك ديزاين فوتوشوب وبتاع، كنت لسه بلعب في الاول. ومن ده حبيت ان انا اتعلم التصوير فوتوغرافيا مش فيديو فقررت ان انا اجيب كاميرا، والكاميرا دي بالصدفة طلعت بتصور فيديو كمان، يعني كاميرا فوتوغرافيا وفيها كمان، كان بداية الدي اس ال ار يعني. فقلت اجرب، فجربت وعجبني الموضوع، ابتديت اعمل فيديوز مع نفسي وابتدى الناس بقى على الفيسبوك وبتاع لايك وشير كده، فحبيت الموضوع اكتر وابتديت اخد الموضوع لليفل تاني، وواحده واحده ابتديت يعني ادخل في المجال يعني. ابتديت اصور ميكنج بتاع فيلم، ميكنج بتاع مسلسل، واحده واحده ابتدوا يطلبوا مني اعلانات صغيره اونلاين كده. لا احكي لي على اعلان العربيات. طيب كان في شركه كانوا عاملين مسابقه، انت ليه عربيه محترمه يعني؟ عربيه محترمه قوي. كانوا طالبين من الناس ان اعملوا فيديو وقولوا فيه انتوا ليه تستاهلوا انكم تكسبوا العربيه دي. يعني هم مقدمين عربيه هديه وبيعايزين كل واحد يقول انا ليه يعني استحق ان انا اللي اخد العربيه. بالظبط. فدخلت شفت واحلى فيديو اكيد هو اللي هياخد العربيه. بالظبط كده. فانا لقيت كذا حد من صحابي فعلا دخلوا المسابقه دي وحاطين على الفيسبوك يا جماعه فوت علشان اكسب العربيه والكلام ده. فانا دخلت يعني فضول اشوف ايه الموضوع. فدخلت لقيت ناس عاملين فيديوهات كلها يعني كليشيه شويه. زي ايه؟ يعني انا بركب مواصلات ساعدوني، انا عايز اجيب عربيه، انا عربيتي مش عارف ايه، انا من وانا صغير بحلم ان انا اجيب العربيه دي، والعربيه دي لسه اصلا انتجوها من سنتين الموديل ده يعني بالذات. كذاب جدا يعني. جدا. بس فدخلت قلت انا هعمل فيديو عشان اتريق على الفيديوهات دي بس، وكسبت في الاخر العربيه. وانت اللي خدت العربيه؟ وانا اللي خدت العربيه. يا جماعه على فكره دي قصه يعني دي قصة مش طيبة على فكرة، دي قصة فيها كده صح؟ شر. أولا أصحابه استنجدوا بيه عشان يدي لهم يفوت ما لهم، هو راح خد الفرصة بتاعتهم ده مبدئيا. وبعدين وبعدين اتريق على الناس وبعدين يعني وده خلق غير حميد على فكرة، يعني أنا شاكك فيه من الأول بس. لا بس والله حاجة لطيفة يعني. وفعلا أخدت العربية يا علاء وكسبت العربية في الآخر. وسوقتها ولا بعتها ولا عملت ايه؟ لا 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 قعدت معايا سنتين وشويه تقريبا. طيب